وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور تحسين شعلة رئيس قسم التكنولوجيا والبيئة. دكتور تحسين، يعني بعد التحية، كيف تقرأ فعاليات اليوم حتى الآن، اليوم قبل الأخير، قبل أن تنتهي فعاليات قمة كوب 27 التي تقرر تمديدها غدا؟ في البداية برحب بالقناة الأولى وبشكر حضرتك على يعني ثالث المداخلة ديت. طبعا النهاردة هو يوم اللي هو بنقول عليه التوصيات وتجميع التوصيات، ومعنى امتداد توصيات يوم آخر أو امتداد يوم آخر، أنا أعتقد على ما أعتقد هيبقوا يومين مش يوم واحد. ده بيدل ان جميع الدول حريصة كل الحرص على ان تصل بتوصيات ملزمة لجميع الدول بتنفيذ ما أقره المؤتمر. في البداية خليني بس اوضح ان جمهورية مصر العربية نظمت مؤتمر قمة المناخ 27 بتميز هائل جدا، تميز واحترافية بشكل وضعت كاهل او عبء ثقيل على دولة الإمارات الشقيقة بتنظيم مؤتمر الكوب 28. صحيح. الأهداف، صياغة الأهداف في المؤتمر أو الأيام المحددة للمؤتمر كانت مزينة بحكمة وحرفية. الدولة المصرية عاوزة إيه من المؤتمر؟ الدولة المصرية من بداية مؤتمرات الكوب 27 من 1994 حتى 2021 هي دايما هي مؤتمرات كان لها تعهدات بدون اي فاعليه. سياده الرئيس في افتتاح المؤتمر اشار الى ان المؤتمر قمه شرم الشيخ هو الانتقال من حيز التعهد الى حيز التنفيذ. صحيح. وكان هذا واضح وصريح من خلال حتى ايام المؤتمر. صحيح. لو حضرتك ناقشنا يوم الايام المؤتمر ان اول يوم سياده الرئيس كان حريص عليه، يعني البدايه في سياده الرئيس اللي هو ليه اصر على النظام ده في المؤتمر او ليه اصر ان نظام المؤتمر يمشي بهذا السياق، ان في قمه باريس 15 كان سياده الرئيس دعا جميع الدول العظمى الحرص على تقليل من الانبعاثات الكربونيه وتقليل درجات الحراره لاقل من 1.5، وكان مصر تماما على دعم الدول العظمى ب 100 مليون دولار للدول الناميه لمواجهه التغيرات المناخيه. وبالتالي اما جه المؤتمر هنا مصر كان اول يوم هو يوم التمويل، لان كان سياده الرئيس حريص تماما ان يدير ملف التمويل بحرفيه وان يجبر او يكون في طريقه ما لاجبار الدول على المساهمه في مقاومه او تقليل تاثيرات التغيرات المناخيه، لان اغلبيه الدول الناميه هي ليس لها اي ذنب في التغيرات المناخيه. طب دكتور تحسين، يعني حتى نصل للهدف المنشود وهذا العنوان الذي اكد عليه سياده الرئيس ان تكون هذه القمه هي قمه التنفيذ، ما المرجو غدا يعني من اهداف ومن مقترحات وتوصيات يخرج بها البيان الختامي لكوب 27؟ المرجو غدا ان انا يعني ممكن من تفهمي الموقف ان هيكون في اجراءات مشدده على الدول التي ستخالف ما يتوصل ليه مؤتمر قمه 27، لاني في القمم السابقه كان اغلبيتها تعهدات ولم يتم ايفاء اي من هذه التعهدات، ولكن غدا سيكون في هناك حرص شديد على عمل اجراءات مشدده في حي. يعني مثلا لقينا ان السنه دي مثلا حصل مخالفات، ان مثلا كان ممنوع قطع الاشجار، حته الانبعاثات الكربونيه. طيب الامم المتحده وتعهدات الامم المتحده كان دايما الحرص على عدم تقطيع الاشجار لتقليل الانبعاثات الكربونيه، ففي دول عظمى خالفت الموضوع ده. فبالتالي انا بشوف ان من بدايه من الغد او بدايه من الفتره القادمه هيكون في تصعيدات من جانب الامم المتحده وعقوبات مشدده للدول التي تخالف او التي لا توفي بتعهدات الامم المتحده. يعني مثلا حته استخدام الوقود الاحفوري، انا بقول لحضرتك في خلال 10 سنوات من الان سيتم الانتهاء من استخدام الوقود الاحفوري ويكون البديل الطاقه النظيفه. جمهوريه مصر عربيه دايما هي لها السبق ولها رياده. صحيح. في هذا هو الهيدروجين كان بيستخدم انتاج الهيدروجين العادي في دول كثيره، لكن احنا كان لينا السبق ان احنا نكون حريصين على انتاج الهيدروجين الاخضر لكي تكون البيئه نظيفه ولتقليل تاثير على البيئه، مع ان جمهوريه مصر العربيه
نسبة الانبعاثات الكربونية هي لا تساهم يعني مساهمتها 0.6% مقارنة بالدول العظمى، يعني احنا ما لناش اي مدلول او مردود سلبي صحيح. بالنسبه للتاثير على المناخ. وهذا الكلام ينسحب دكتور تحسين على مجمل القاره السمراء، القاره الافريقيه، يعني هي اقل القارات يعني انبعاثا وهي اكثر القارات التي تدفع الثمن يعني بشكل كبير. وبالتالي لقينا ان جميع الدول بالذات امريكا، الولايات المتحده الامريكيه، لقت ان هي عدم مشاركتها في الكثير من المؤتمرات السابقه وحرصها على مشاركه في مؤتمر قمه المناخ 27 هي حريصه تماما على دعم الدوله المصريه صحيح. بجهودها لمواجهه التغيرات المناخيه، وكان هذا الدعم ليس كلاميا فقط، بنتكلم على 250 مليون صحيح. دولار، دعم 100 مليون دولار لدعم او للاقلام مع التغيرات المناخيه والتكافؤ مع التغيرات المناخيه، و150 مليون دولار للدوله الافريقيه، الدول الافريقيه للامن الغذائي. طبعا هذا يدفعني دكتور تحسين لسؤال حضرتك حول المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية، يعني جميعنا يلاحظ الفترة الماضية الدولة يعني نفذت العديد من المشروعات في سبيل تحقيق التعافي الأخضر وإقامة مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية، كيف تقرأ جهود الدولة خلال الفترة الماضية في هذا الإطار؟ الدولة سعت وبقوة منذ العام الماضي اكتوبر 21 مثلا، من ضمن المشاريع الهائله القوميه الهائله مشروع انتاج الهيدروجين الاخضر والطاقه النظيفه بشراكه مع النرويج، مع دوله النرويج صحيح. ان المشروع ده افتتحه سياده الرئيس في افتتاح المؤتمر، وكان هذا ذكاء ودهاء من سياده الرئيس انه بيوحي لجميع الدول العظمى احنا بنرحب بيكم في المشاركه في اي مشاريع تهدف لخدمه البيئه. وبالتالي افتتاح محطه انتاج الهيدروجين الاخضر في العين السخنه كان يعني انا بقول اللي هو خط افتتاح لكثير من الدول للمشاركه، لكن العمل على هذا كان تم من سنه ماضيه. الشراكات الاخرى امتدت الى دوله الامارات الشقيقه في المشاركه في انتاج الهيدروجين الاخضر، ودول مثل فرنسا وايطاليا وهولندا ونيوزيلندا، الكثير من الدول كانت حريصه على مشاركه مصر في انتاج الطاقه النظيفه. بقول لحضرتك ان الخطه الاستراتيجيه لانتاج الهيدروجين الاخضر هي في خطه الدوله المصريه لانتاج الهيدروجين الاخضر طموحه جدا، ان يعني بحلول عام 2050 سيكون المعدل الانتاج الهيدروجين الاخضر على مستوى العالم، ان مصر يكون انتاج الهيدروجين الاخضر 8% مجمل الانتاج الطاقه النظيفه او الهيدروجين الاخضر على مستوى العالم. فبالتالي احنا يكون لنا السبق والريادة وتصدير تلك الطاقة إلى الكثير من الدول. عشان كده أنا بقول لحضرتك أن في خلال 10-15 سنة من الآن يكون في إعادة ترتيب للدول، كان نلعب بقى حتة الكراسي الموسيقية، أن في دول كانت كبيرة وعظمى نتيجة الاعتماد على الوقود الأحفوري، هتبتدي أن الدول دي تنزل في مصاف الدول النامية، ودول اخرى هيكون هتتعافى ويكون الاقتصاد بتاعها قوي لانها بتعتمد اعتمادا كلي على الاقتصاد الاخضر نتيجه لاتجاهها لعدم التاثير على البيئه وعدم وجود مخالفات للامم المتحده، لان الوقود الاحفوري الامم المتحده هتبتدي تصعد او ترفع من الاسعار بتاعه الوقود الاحفوري صح. وبالتالي هيكون في انا بتوقع ان من بكره هيكون في قرارات حازمه لمن يخالف تعهدات الامم المتحده، وبالتالي هيكون ده عباره عن حلقه او سوار حوالين الدول التي تستخدم الوقود الاحفوري. يعني العالم كله دكتور تحسين ينتظر ما سوف تخرج به هذه القمه غدا. في هذا الاطار كما ذكرت مصر ايضا يعني انشات المجلس الاعلى للتغيرات المناخيه واطلقت الاستراتيجيه الوطنيه 2050 للتغير بالضبط. المناخي بالضبط. جهود عديده في اكثر من مسار بالطبع، بالاضافه للمشروعات التي تقيمها الدوله يعني يوما بعد يوم للتكيف. في مشاريع اخرى صحيح. بالضبط، في مشاريع اخرى يجب ان ننوه ليها، حته الاشجار او الغابات الشجريه اللي موجوده صحيح. في الأقصر وأسوان وفي الوادي الجديد باستخدام أشجار اللي هي الشتروفة وإنتاج الزيت اللي هو هنقول الوقود الصديق للبيئة اللي بيستخدم فيه تموين الطائرات،
جمهورية مصر العربية. يعني الدولة المصرية لا تألو جهدا في يعني تقديم وتنفيذ العديد من المشروعات لمواجهة التغيرات المناخية على الصعيد المحلي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور تحسين شعلة، رئيس قسم التكنولوجيا والبيئة.